تحياتي ومرحبا بالجميع. إليك بعض العادات التي تحسن نوعية حياتك. مرحبا رفيقي المستمع، أتمنى أن يكون قد أعجبك ترشيحي للموضوع في الأسبوع الماضي عن أهمية الوقت في حياتنا. أما إن لم تكن لك الفرصة لمشاهدته فلا مشكلة، يمكنك الرجوع إلى الاستماع إليه في القناة. فبما أن العيش في هذه الحياة يسود فيها نفس التأثير على البشرية جمعاء، فلا داعي للامتعاض من الوضع طالما الجو عام كما يقول المثل، إذا عم البلاء هان. غير أنه من الخطأ أن يكون هناك زمن يمر على الإنسان دون تعلم ما حسمت به الحياة، ولا يكرس وقتا من حياته لتحصيل علم أو معرفة تقوم بها دنيا. فالمعرفة هي الحياة نفسها، سواء بكل ما تحمل من مباهج وجدانية وراحة نفسية ورخاء. لذلك لما لا نوجه جل اهتمامنا لها بسخاء، مهما تفاوتت الأعمار والجنس ثناء. كذلك يحاكي بها الأبناء الآباء، ومهما اختلفت التخصصات والأهواء، خصوصا أن الأمر لا يتطلب اليوم سوى لمس حرير من الأنامل على الأزرار بذكاء لتبرح المعارف الخفاء. كل ما على المرء فقط تحديد طريقة الضبط، لا داعي لمجال المصادفة هباء. كل الظواهر لا تهدأ لها فورة حتى يتم عصرها وسكبها في إناء. هي الأنسب في الحال نبراس في مقدمة ما يمكن الحصول عليه. فالمعرفة للكون رداء. إن الفكرة الخاصة من هذه الفقرة اليوم بوضوح تام مشاركتكم بعض العادات التي وجدتها مفيدة، استفادت مني جهدا كبير. لعلها تجد سطرا رحب، إذ التربية الحديثة اليوم تتناول كيان الفرد الاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية، تغذي ثقافته بصورة مباشرة من غير اكتفاء. وللأسف الشديد لقد ساد الاعتقاد في مدارج بعض الأذهان أن أهم الواجبات تتجلى في استيعاب معلومات محدودة تفيد الإنسان في زحمة الحياة المادية وكيفية جني الأرباح والدولارات فقط. وإذا أمعنا النظر نرى للتعويض عن الطاقة الروحية يتم بمضاعفة الطاقة الجسدية مع الإفراط في استخدامها والتفريط في ترك الطاقة الروحية مقعرة جوفاء تشير بصاحبها نحو دروب ضيقة وممرات متقطعة ومسالك غير مستقيمة، ظانا أنه للنفس نفع وهو لها أساء. هو لا يعلم إن جرى شيء مخالف للهوى فهو جزء من التدريب الروحي يتطلب نوعا من العناء. لا ريب اليوم أن جوهر الحياة ليس كما كان التصور سائدا من قبل بأنه الثراء. لقد اختلت بعد كورونا كل الموازين، واضطربت النفوس، ووقع العالم عاجزا دون المساهمة في المعرفة الطبيعية والكشف العلمي للفيروس غير وضع التسمية واللقب له. وإذا ألقينا نظرة على الدنيا وهي تحمل بين يديها كأسا مترعة حتى الحافة، وعلى الرغم من ذلك تنتعل حذاء جلديا أحمر طويل بكعب عالي يصل حتى ركبتيها، من المثير جدا النظر إليها بعين الإزدراء. لقد اعتراها ما اعتراها من رعشة وثمالة، وما اعتلى وجهها من شحوب، فقد جردها الهذيان من كل كبرياء. وكل ما هنالك يوجد شيء ينبغي ألا ينسى، قاعدة واحدة تقول كل شيء هالك إلا وجهه. ولمن أراد أن يدرس وجوده فلا ينحصر في مسجد أو كنيسة أو معبد، ولا يمكن أن نختزله حتى في مذهب، إنما يستطيع أن يبحث عنه في الذات البشرية، إذ منحت جوارح وحواس وفق إرادة وتحت سيطرة صاحبها، وبإرادة منه عطلها سبحانه إن شاء. كذلك من خلال كل ما يحيط بهذا الكون خاضع متأهب للتلبية لمن له الأمر فقط بين الكاف والنون، ينتظر الإشارة والنداء. لكن تبقى المعرفة كالماء تتدفق من مكان ما حسب الطلب.
وأشير هنا إلى بعض العادات من وجهة نظري مفيدة سأخبركم عنها في هذا الصدد. قضيت من عمري سنين أتدرب عليها وقد ناهزت نصف قرن وفي لها. فأولا، اليوم الذي أستيقظ فيه مبكرا أشعر أنني ملكته بأكمله حيث عشت ليله ونهاره. ثانيا، لم أكن أتوقع أنه بإمكاني المشي لساعتين يوميا بشكل غير متواصل حتى أطلعت على دراسة تبرهن على أهمية المشي في تحفيز الدماغ وزيادة الإبداع. هذا لا يعني إن كان عامل السن يسمح لك بالركض فلا بأس بذلك. صدقوني، كان هناك تحسن في الصحة البدنية والنفسية مع خسران الوزن الزائد وحرق المزيد من الدهون. ثالثا، من المعلوم جدا ستجبر هذه الرياضة على الاتجاه نحو شرب المياه بكثرة نظرا للمجهودات المبذولة، وعلى العموم فهذا له فوائد كبيرة يمكن الإطلاع عليها كذلك. كما ستجبر الحركة أيضا على السير ناحية البحث عن الأكل الصحي المتوازن كذلك. رابعا، أشعر أنني أضيف عمرا لعمري إذ أجعل عقلي يسافر بين عقول الآخرين وأنا على أريكة، حيث أقرأ كتبا ومقالات للآخرين وأسافر عبر الزمن، مما يجعل الحياة أفضل بكثير مع مرور الوقت. خامسا، اكتشفت مع الوقت أن تدوين الأفكار والملاحظات وحتى صور الذكريات جعلتني أستوعب قدر النمو الذي نموت به في كل مراحل الحياة. سادسا، إن تحمل مسؤولية أرواح أخرى تزيد خبرة وتعلم الكثير، ولو مثلا تربية الحيوانات الأليفة أو حتى الاعتناء بالنباتات المنزلية وتخصيص مكان لها وإهدائها بعض من الوقت. سابعا، إن السفر، ولا أعني به السفر خارج الوطن فإن كان حتى داخليا حسب الإمكانيات، يساعد على التعرف على ثقافات وأنماط حياة مختلفة، مما يجعل تقبل الناس بشكل واسع، حيث تكون القدرة أيضا على الحكي عن المواقف والأحداث المعاشة سهلة، والانسجام مع الآخرين أسهل بكثير. ثامنا، استخدام وسائل التواصل والإنترنت بشكل صحيح يمكن من خلاله التعلم والاستمتاع واكتساب خبرات ومعارف جيدة وجديدة بالتأكيد. والأهم أن تكون الأسئلة المطروحة تخص المصلحة ويكون التطبيق العملي يجيب فورا عنها. تاسعا، ورد من القرآن نلزم به النفس حتى لا يكون فيه أي تسويف ولو بخمس صفحات كل يوم. المهم المواظبة والتنظيم، ومع الوقت سيزداد عددها تلقائيا. عاشرا، إن هذه الرحلة الروحية النفسية التي قمنا بها عبر هذه الكلمات ليست رحلة يمكن القيام بها بدافع الواجب وسهلة، ومن يعتبرها كذلك فهو واهم، لأنه لا يمكن القيام بها إلا بدافع ما يسمى الرغبة والعزيمة وإرادة قوية، كمثل أي دواء لا يستساغ إلا بغاية المعالجة والاستشفاء، غير أن الدواء نكون مجبرين على تناوله بإذن الطبيب، وهذا عن طواهية وبشكل تلقائي ذاتي ومن غير ألم. وكي لا أطيل عليكم أختم قولي أخيرا وليس آخر، أنني لم أمارس رياضة المشي تؤهلني أن أشارك في الأولمبياد، فالرياضة بشكل عام شيء جميل ووجدت نفسي أبدع فيها، أجوب السهول والجبال والوديان وأنسى الزمان والمكان، وها هو عمري الآن أكبر بكثير من أن أمارس الرياضة كاحتراف، ولكن بدافع الاستمتاع والتخلص من الثرثرة العقلية الغير مفيدة حيث يتم إذابتها بشحنة حرارية زائدة، ومن ثم أسلط سهام فكري نحو التغريد لزرقة السماء والغناء للجز الزرقاء، ثم الرقص ببهجة وانتشاء ببطء وبسرعة كتدفق الجداول بالماء. أكتفي بهذا القدر كي لا أطيل عليكم، ولا داعي للتركيز على شخصي ونسيان ما أقوله، فقد يمل من لا يفهم معنى الكلم. ودمتم أيها الأحبة والأصدقاء بسعة صدوركم ووفاء كرمكم ترفلون في عافية وهناء
وإلى لقاء آخر بحول الله.